شيء جميل إن الموظفين يقفوا جنب زمايلهم في حالات العزاء ويروحوا يصلوا على الميت ويروحوا يدفنوا الميت ويعزوا صاحبهم اللي مات له ميت. ده شيء جميل جدا وده شيء شائع الحمد لله في مصر. لكن اللي مش جميل إن يكون الكلام ده على حساب وقت العمل، على حساب المصلحة العامة، على حساب المال العام. يعني معظم الموظفين في مصر لما بيحصل حالة عزاء تلاقيهم مجمعين بعض الساعة 9 الصبح، ويلا يا جماعة فلان والده مات، فلان والدته ماتت، طب نتجمع نجيب عربية ويروحوا يعزوا. طيب اليوم ده بيتحسب ايه؟ يتحسب حضور طبعا، ده بيعملوا كده. يعني اللي يقول لك انا جيت ومضيت، ايوه حضرتك انت جيت ومضيت بس مشيت والعمل لم يستفد منك شيئا. ايه معنى اللي انت مضيت وحصل ظرف اضطريت معاه اللي انت تمشي، يبقى كأنك ما حضرتش، يبقى اليوم ده ما يحسبش. لان انا مش هجامل زميلي او اعزي زميلي على حساب وقت العمل وعلى حساب المال العام، لان انت هتاخد مرتب على عمل لم تؤديه، انت ما عملتش شيء. عازي زميلك بالليل لو انت مضطر او انت ما عندكش اجازات، عندك اجازات الحمد لله اليوم ده بتحسب اجازة. لكن لو استأذنت ساعة أو ساعتين ورجعت ماشي، يبقى ده في حيز القوانين. إنما يلا يا إخوانا، وتلاقي المدير بقى زميلكم يا جماعة، يلا يا جماعة كلنا نبقى ورا زميلكم. أيوة يا مولانا، لكن أنت مسؤول عن العمل، العمل اليوم ده بيبقى يوم ضائع، الناس يا عيني بتيجي ما بتلاقيش حد تمدلهم الأوراق أو تخلص المصالح، والموظفين القليلين الباقيين يقول لك معلش أصل إحنا حالة وفاة. هل الإسلام قال كده؟ حالة وفاة نعطل مصالح الناس ولا نقسم نفسينا ونضبط العمل؟ وتلاقي ان القسم كله يروح، مش يبقى اتنين تلاتة عشان يشغلوا المكان، لا. وتلاقي لما نقول لحد اقعد يقول لك لا ده فلان ده لازم اقف جنبه، ما ينفع ماليش دعوة. العواطف الزائفة دي ما تنفعناش، حتى لو عواطف صادقة بس هي ما تكونش على حساب العمل. والامم تخلفت بسبب هذه الامور، اللي احنا نيجي علشان مجاملات نيجي على حساب العمل ومصالح الناس والقواعد اللي حاكمة وضابطة حياتنا في العمل والموظف والوظيفة والراتب. يبقى خلاص، ده ساعات الناس بتروح بالعربية بتاعت المستشفى أو المكان أو الشركة اللي شغال فيها، بنزين الحكومة، وقت الدولة، كل ده علشان العزاء. العزاء كده بالإطار ده أنت أقرب إلى الإثم من الثواب، لأن أنت فرطت في الواجبات عشان تأدية سنة أو تأدية فرض كفائي. فالأمر ده يا إخوانا من الظواهر السلبية جدا جدا جدا، مش عايزين يكون موجود. عايزين نعزي زمايلنا، لكن اليوم ده ما يتحسبش ولا آخد عليه راتب لأني ما أديتش فيه شيئا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.